تقارير منظمات المجتمع المدني بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تورد أرقاما مفزعة، فمع كل تقرير جديد تخرج إلى النور معاناة مواطنين وقعوا ضحايا لجرائم الإنقلابيين والحرب التي يشنونها على مختلف الجبهات، ويحترق بنارها ضحايا يتحولون إلى أرقام في تقارير نادرا ما تحرك الضمائر، لكن استمرارها يعصف بأمال السلام ويغذي أسباب الاحتراب. 107 انتهاكات سجلها تقرير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي خلال 3 أشهر اقتصرت على الانتهاكات الموجهة ضد الحريات الإعلامية. 66 حالة منها تتحمل مسؤوليتها المباشرة ميليشيا الانقلابيين، وتنوعت بين القتل والاعتداء والتهديد والإصابة ومحاولات الاغتيال والاختطاف، إضافة إلى حجب المواقع الإخبارية وإغلاق مؤسسات إعلامية وتفجير واقتحام منازل إعلاميين واقتحام ومصادرة ومنع صحف عن الطباعة. انتهاكات حقوق الإنسان على يد الميليشيا لا تتوقف عند حد، ولا حصانة لأحد تقيه من شرها، فقد اختطفت برلمانيا قبل أيام في صنعاء، كما اقتحم مسلحون حوثيون مسجدا بذمار واختطفوا إمامه بعد أن أطلقوا عليه النار في المسجد. ومع كل يوم يمر تضيف الميليشيا إلى قائمة ضحاياها أسماء ووجوها جديدة. بمثل هذه المظالم المضافة إلى خروقات الهدنة التي تفتح جروحا جديدة كل يوم، يذهب المتحاورون إلى مشاورات الكويت بعد أيام، ويشترط الخائف من الضوء أن تتم المشاورات بعيدا عن أعين الناس.